بتبقى حاجات بسيطة جدا. احنا يا فندم لا خليني اتدخل في النقطة دي لانه حصل عليها لغط كتير. أيوة. وقالوا يعني هو الرئيس ما عارف ان في صندوق بتاع وبنك ناصر بشكل او باخر يعني من خلال وزارة التضامن. بس انا اللي كنت قلته ايه، قلت لكم وانا لما اتكلمت في النقطة دي قلت يا جماعة ده الصندوق ده والدكتور ريفين تصلح لي، مش كان يا دكتورة مدين ب 150 مليون 350 يا فندم يعني كمان دلوقتي 350. يعني ربنا يوفقكم يعني. فانا اقصد اقول اتفضلي يا دكتور ريفين اتفضلي، انا اقصد اقول بس عشان النقطة لما اتقالت اتقالت على ان احنا مطلوب مننا اسمعوا يعني معلش يا عذرا يعني ومحدش يلوي كلامي، محدش يلوي كلامي، ولازم تعرفوا ان في يعني استقبال الناس لكل الكلام مش زي بعضه ولا بأس يعني. بس عايز اقول لكم على حاجه، انا بحاول بفهم الدوله ان الدوله تتصدى لمشاكل المجتمع بيعاني منها من خلال منظومه تتعمل. حاول تاني، بحاول ان الدوله كدوله تتصدى لمشاكل وتحديات المجتمع بيعاني منها واسر بتعاني منها، ما يبقاش يتفرج عليها كده ونقعد نقول ايه طب نرفع قضايا في المحاكم ونعمل كذا ونعمل كذا. طب الاسره لغايه ما يحصل ده ما يحصل ده تعمل ايه؟ افتكروا مره ان انا كنت لما من حوالي 5 سنين كده كنت بتكلم مع رئيس هيئه الرقابه الاداريه في الوقت ده وقلت له ايه؟ انا عايز يجي عليا يوم في مصر هنا ان لا قدر الله اسره فقدت يعني عائلها واحنا بنطلع له شهاده يعني وفاته نكون بنطلع له اجراءات معاشه. فاكرين الكلام اللي انا قلته ده؟ انا قلت الكلمه دي قبل كده. كان الفكره معناها ايه؟ معناها ان البيت ده ما يتهزش ابدا. طب ما يتهزش ازاي؟ بكلمتين حلوين اقولهم لكم واحنا قاعدين هنا؟ ولا ان احنا نعمل كدوله اجراءات، الاجراءات دي في النهايه تحقق اللي احنا بنقول عليه. انا كان تقديري واللي انا اتكلمت فيه على الصندوق دوت والناس روح ولقيت بقى بعدها الطلبات الزواج كترت جدا، قال لك نلحق قبل ما السيسي هياخد مننا مش عارف 30,000 جنيه. يعني حصل كده، ما انا متابع بقى، حصل كده صحيح، كله راح قال لك نجوز العيال قبل ما يحصل ده. طيب وماله؟ هيبقى دايما في ردود افعال مختلفه. انا معلش سامحني يعني، بس انا عايز اقول لكم ان الصندوق ده الهدف منه ايه؟ بالهدف منه ان الاسره الاسره لما يحصل لا قدر الله هذا الخلاف وينتهي بانفصال البيت ما يبقاش في عوز في حوجه، الست بغض النظر عن امكانياتها وقدراتها ما تبقاش محتاجه ما تبقاش في. طب نقدر كدولة نعمل ده؟ نقدر. ما نعملوش ليه؟